مخططين حمل وليحين ربي ما رزقكم، 5 أشياء لازم تكون في أكلكم: ألياف أو قمح كامل، خضروات 3 مرات في اليوم، فواكه 2 مرات في اليوم، بروتين 3 مرات في اليوم، ومكسرات معدل 2 طعام في اليوم، وشربوا ماي وايد. في نهار في الفيسبوك قاعدة ندور، لقيت البرودوي هذا فوقتيلاكس وومن، كومونديتو، بديت نشرب فيه، عطاني غزلتان ملاحة. حبيت نقولكم بلي كي شربت البرودوي